فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الواجب في اتباع الإمام في الركوع والسجود، أما السلام فلا يجب فيه اتباعه، فهل هذا صحيح؟ أما السلام لا يجب فيه الاتباع. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي يقتدى به، فيكبر معه تكبيرة الإحرام ويدخل في الصلاة ويتابعه في أفعال الصلاة ويسلم معه إذا سلم. نعم.